السلام عليكم، تحية تمطرات المرة يا صاحبي. ياخا يمكن أول فيديو غير تسمى شنو المواجهة مولف تسمى دير فيديو غير بارطاجي دي فيسبوك اللي هو المينيتو تاع الأحداث هنا. شنو هي مصافا دي ترتيامة سري فعاد تسمى تلفون دي فيسبوك مش تتبع دي مواقع التواصل الاجتماعي وفيه بانه تسمى حديث الساعه الخويا بويا فاسور الماره المشكل اللي وقع جا السي بشير بوخيزو هاك السي خليفه السيد نيس قاعد يجي وني قانا قايو فيه قاعد داخل قاعد كايك وخا حقا يوقع وقع سوء التفاهم منين بشي قاع يكثيف مثلا يغرض ربما يغرض انه يكثيف يتسرع يكثيف تاع 100% انه يندم يتسرع انه تسمى يمكن دي حاله غضب ما راه تسن بانه الانسان كيدير دي حاله غضب واش سي مين يخدم نتائج المساله مفروغ منها قرش شي ساعه الشيطان يكون داخل اي حاجه ديري دي تسمى تسمى الانسان اللي تصدر زي شر رده فعل حتى هو توين ويبو ملايين طويس يجيبو داير عقل ولكن الانسان شن مرض لا اله الا الله يتغلب راس ساعتني الشيطان يتعصب يديك شن رد فعل يمكن تيري انت وتبغى تنوي قبر وتبغى تجيبو الحساب ولكن لا اله الا الله نشي نتبع قبل البشر وغد جمارة التصنيع ودا تعرين خصي الباشا في فيسبوك تعرين خاص بانه يعدى خاص يبقى ويستغل السلطة يبقى منايا وجيش تغيني ولكن بشهادة الجامعة ما راس حبويا غاسم بأن السي باشا بوخيزو من أطيب خلق الله ما أنا يوجد من قريت نفاقا ولا بشهادة الجامعة لأنه أي حاجة خير أي مصلحة تفت متدمزوة في جميع الأماكن ما أنا ما نصور أنك الحشد ليس مصلحة يباني بغفر بصفة عامة تفت متدمزوة يعني إنسانة بشهادة الجامعة السمعان استصبحت خو نهارا يمكن يغرض ربما يتسرع يكا يتسيدني تا وين ويبو غادي تسمى غادي غادي يسبب مرض ضررني ولكن ان الله غفور رحيم اش نقطع الانسان قا نشي للخلق ونشي الانسان خلق الانسان ضعيفا يعني الانسان ربما شن المرض تصدر تزيد شن احداث شن المواقف تو تزيد تقول حساب وتو تنوي شن نهارا سي باشا بوخيزو مرة صور خاص بأنه إنسان سيء بأنه يستغل السلطة بأنه يقى منايا باشا بوخيزو أولا توا استعجبوا الأضواء مش نلقاش الشهرة ديبان تايت عجيبة سمار العملية تكيت كينت في السر العمل الخيرية تكيت في السر شهادة الجامع تكطاس الحوايج تي سبحانين يتعاون يودا يتعاون ماني ماذو حد ذو حد تعاون دابري انت دمزوها شغل المصلحة حتى لا مزوى يختار اش الشرب دا روم بويا فانش خاش شحال خفيف كين داي الثقة نهار خصها ديال غا حسن الثقة يدي كين مارا إذا قاصني يجي الميساج يبدا انا مارا يستور صحاب بويا فا بصفة عامة شو ما خاون لأنه إناش خميناش خميت وطفو راسي شنقا سن المثال هنا كيكدرو الجناو مارا كيسي تخدميين وتجي يمو يسدك لأنه الإنسان خصو يستغلبو الظروف يوم لك ويوم عليك نهار ربما انت قد المشكل مرة يوذن السون خاص السوء مرة تخسن تبان بأنه النينين يجد الملائكة بأنه النيني واغد جدنشا تيقى الغلط حقا يكتس سيدني ولكن يترى السبحث يصح الغلط النص يقص الدول السيدة أي واحد معرض للغلط شنو بدك لأن ساعة الشيطان الإنسان واجه تحكي بوقع خنس تحقا من بعد نهار يوم يوقع المشكل منه توام صفاك يزدير قهوي يزدين يندم يناش واتجيبون المشاكل واتجيبون من غيين واتجيبون المستوى يقع هذه هو غير المستوى لأنه شوما نهار المنابر بصفة عامة إعلامية غاسم شصر لما رمني إني تقل غاسج الهدف لحاجة في نفسي لأن ضروري غاسج الهدف أنه تشوف نصهم عن السيد مني ولكن خصها ديري خصها تستني ودانا بانه صوم عن السيد مني في عراية الطاس بشهاده الجامع ولدي جوايز ما تيمس نمشي للشهاده يا قاتل الله عمر تبغى تقاشم فيديو السوا خشان يجي ولكن اقتراح الطريقه يزر السوا خصو يدا غير يغرض يمنا كثير هي
حالة غضب يمكن يصدر زيت من التصرف، ربما دي 5 ثواني اني انت ما يجيش من التصرف باش تلقى الشين واجب المستوى، ولكن يغرض يتبقى قد البشر واجبوا الملائكة يغرض حقا، ولكن خصو شي واحد يستغل لي كل موقفه باش غاس السيور نشوه الصوم على الناس، غاس لك فيديوهات غاس ناري بان خص السيده واحد قال نستغل كيستغل السلطه كمستشار جامعي امين يكا قال انسى وني عاود السيد نقعد هرب هو الاداره غير تضل مصلحه كثير تشوف مصلحه وشي كثير يعد خاص يوقع سوء تفاهم ربما باش يقطع الطوموبيل كذا يمكن مهم مش مش نلقى الشيء التصرف اللي غادي يجوا هذاك الباب ابتسامه النص ويفو يخص وتواصبوا ديال النيه ديال الجمانين، ولكن ومي يجا تما يصدر الزيس باش نلقى الشيء يصدر الزيس التصرف اللي في السيد يتار السبحة يتكلف المصاريف الدواء ما عرف بيه تخسر غالي اعتذارني راح يتار الناس غلط حقا كذا شي وان مش قاش شي وان واس ماري بول مشكل الطاس نستوي غاجي المستوى مغا دخل الطاس ميودان خاص المصالح ربما تمايا رحنا على السبيطات كنت فيديو هاد السني ربما صحفظت من غيني صحفظت من غيني باش تصور باش تشوهم الصوم عن السيد بشير بوخيزو باش داو مني الانسان غادي غادي يجي المكانة هذه للقلوب نسحب ويا فيها بصفة عامة غادي يجي المكانة في مغاية الطاس محبوب عند الجميع متواضع يتغيمك اي واحد يبداو يتخنزوها انسان شعبي شعبي باش نلقى شي ربما كيشي قيم ليه المواضع متواضع متواضع جد جد متواضع تمشي مرة عشاري تغيم كيس تهارت كيس وغادي يسبو التكبر وغادي يسبو دقني نفختني نشنش انسان ديال المستوى بشهادة الجامعة هذا يقاغش والله العظيم والله شهيد وغادي تسمى قاغتي تسمى باش تجامرغني شي حاجة ولكن باش نلقى الشهادة لله بأن الإنسان من أطيب خلق الله عمر وزي زري باش تصرفي تسمى ويحري قاغت إيه بويا فقاهم بصفة عامة تبس هذا تسمى من تقل قا الدنيا الدورة فهمت نهار تسمى نهار هازو ما تستغلم الفرصة المشكلة سيوقع لك باش تشوف الصوم عن السيدة خاص تضغطهم ربما سنين يجن من واحد يجن ربما خاك الدورة لا شك اش يوقع مقطع اتندم ولهذا الانسان نهار يوقع المشكل خص نهار اي واحد خص اي دخل ديال المشكله خص يشوف يروح يشمل هذه التصو هذه راه حسن التصالح المسامحه ساعد الشيطان توقع اذا ما تجيبو نسمع المشكل انا وضغى المسائل مغامض تسمى بنادم يمكن حتى واش بودي ني الناس واش راه حاجه ديال الناس انت خلاص تكون راسي ودان صفقات قاعده من هكا من هكا لك قام ولا قام ولا قام باش تشوف نصو مع السيد بشير بوخيزو ربما يغرض حقا ولكن الانسان ما عرفش بود يستغل سوا تستغل اللي بود ديال الظروف باش هاد يبان خو راني ماني نجم نتاع الشيء ولهذا نتمنى نتمنى زيد بويا فاخ خصني نريد مثلا فعلي ديال المشاحنات ديال المشاكل لان المصلحه بويا فاخ تهمة غمار خصها معاون ديال المصلحه اما ديال ابريد المصلحة مش تلقاش شي نبريد نبريد الشيطان قيهون يجي دقي خاوي ديال المغني يجي يعزو دي حفاي والمغني باش يجي يعزو دي بان خوضا خوارا والمغني خص المسائل اللي خصها تنبعد لان هو انت تخسر العبد لا تصير ابي خص غير هذا مثلا من بعد يدق المشاكل تترس الشفاء ومثلا غير السيدة وما يوقع مهما يكون يتغيم هذا مثلا شي ندير مسرمن جمعنا تسمى قال شي قرابة الدم والأخوة الإسلام غير من السيور شعرنا غني وينات تدو مثلا يوقع اسم مشكلة انت تارس الشفاء العاجل قرص هذه صبا هذه بعد وايد تسريب وغاي وذان غير ان بصح التصمي وذان غير الهدف غاس ندي غاس الاهداف غاس الاهداف 100% زي ما نايا خصنا وجبوا عز وجبوا عز خاص السيده روح نقانا زعما كذا من هكا روح دينا الزياره سوا انت دورين خاص
خصني السلميه ديما انه يوضني راس الاهداف خاصه اظن. والسير باشا معروف عند الجميع انه تجيبوا الانسان مرايا وتدير لنا مشاكل. مش الانسان طيب، مش الانسان يتخسر خايب ويفا، مش الانسان يتخسر المصلحه العامه، يتخسر ديريني ودير مارا مليح، يتخسر هني عاون لاي نيرون مش تسلم ومش تنسحب ويفا مارا اي حاجه غير مصلحه حتى تكون تلام زوان. وهي ذو مغيني غيثما سمح الله يمرا ربما اني نتشن مصطلحات واجبوا لي مستوى انا ما واجبش. اشتريت الشهاده قلت لله وايضا الزيس راديجن مصلحه من الشهاده ديال الانسان يصنع شخصيا يتسرير تما يصنع مي خاص تعاود ماري مثلا نسيور لله. ونتمنى زيس حقويا فما ان شاء الله ديك غير ندوم مثلا بعد يدق لنا مشاكل يدق لنا الخصامات يدق لنا زاني سوري 16 سنة زين. ايوا شكرا والسلام عليكم.